السلام عليكم احبابي وحبيباتي اخوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. وانتم كتشوفوا هذا الفلوغ ديالي. المهم ليل هذا البنات، مشيت اختي درت واحد شويه ديال لا مارش ياكو، ومشيت اختي للسويقه وتلاقيت مع هذاك اللي كيبيع زعما داكشي ديال 3 دراهم، وداكشي ديال الريكلام ديال 3 دراهم. انا صراحه الله كنحمق على داكشي ديال البلاستيك، داكشي ديال المعنات، داكشي المهم حتى الحوايج عزيزين عليا، حتى الاكسسوارات كيعزيزين عليا، وكلشي عزيز عليا. المهم مشيت يا اختي تلقيت داكشي رخيص 3 دراهم، قلت بلاتي نوريكم اشنو ثاني كاين ب 3 دراهم الريكلام. انا عزيز عليا داكشي رخيص بين قوسين حاجه خفيفه على الجيب، علاش لا؟ يعني اللي كيصرف واللي كيشد البصوف ديال الدار هو اللي غادي يفهم هاد الهضره اللي كنقول يا حبيبي وحبيباتي. ف التليفون بغا كاع يزقى ما عرفت مالو حتى هو. المهم فمرحبا بكم عندي، ومرحبا بيا عندكم في قناتي وقناتكم ابداع وتوفاء. بس تبداوش على هاد لانطير، خصو يدير هكا باش ما يبانش ياكو. المهم يا حبابي وحبيباتي ما تنساونيش من لي لايك ديروا اللايك، راه ما كتخسروا عليها والو، غير باش يطلع الفيديو يتشاف على الناس اخرين. ديروا شي كومونتير زوين، تابونا فلاشين. مرحبا بكم اختي، مرحبا بكم، مرحبا بكم، وزيدوا قدام اختي، عاونونا وساندونا في هاد القناه تطلع لي الله يجزيكم بخير. المهم احبابي وحبيباتي نخليكم مع المقطع ونرجع معكم اشنو شريت. صافي بنات شوفوا الريكلام ديال 3 دراهم، تبارك الله كاين فيه كلشي، سطيلات، بانيوات. المهم خديت شي حاجه تصدر ونوريكم اشنو خديت. كاين الشبيكات هكا ديال الثلاجه، كاين هادشي القصص، داكشي ديال الدراري الصغار كيلونوا هكا الدفتر فيه الرسوم 3 دراهم، كلشي ب 3 دراهم. العصارات ب 3 دراهم، المهم بانيوات كلشي هادشي 3 دراهم يا البنات. وكاينه هاد الجهه شحال الكيسان؟ كل حاجه ثاني. كاينه هاد الجهه يا البنات فيها الكيسان شوفوا ناطي والشوايات. الدخله ديال السويقه يا البنات بشحال هادو؟ 360 ديال هذا ياك؟ اتيقوا 360 يا البنات، خاصني نيت شي كيسان. المهم نشوف هادو بشحال؟ هذا 700. كاين هذا 700. 700 البنات. 660. هذا 660. كاين هذا 340. هذا 340 البنات. هذا بحال زوج اخر. 340. كاين هذا 700. 700 العنبه يا البنات. كاين هذا 13 درهم. فيهم 12 كاس ياك. هذا 13، هذا 13 درهم 260، هذا 13 درهم 260. هادو زوينين ب 260. شتو يا البنات؟ ستة هما. كاين هذا. 260 هذا ثاني ب 260. المهم الدري اللي كيبيع هذا الشيء راه كاين عنده هذه، المهم باش تعرفوه الدخله ديال الدخله ديال السويقه الطراسيه البنات. هذا الشيء عنده زوين الصراحه. كاين هذه 260. 260 زوين، هذه ديال العطريه يا البنات وديال الدجاج. كاين هذا شوفوا هذه راه دجاج 6 ب 260، وهذه في الحمر عاود 260 زواق اخرى. غزالين هذو ديال الدجاج والله الا واعرين. الله والشوايه. فهمتوا يا البنات، هنداو على بركه الله. خديتي اختي واحد الحكاكه ديال الثومه، اصلا عندي واحد الحكاكه صغيره كنلصقها نيت في الثلاجه، حيت فيها هذيك سميتها الحديده، المهم كتلصق في الثلاجه زوينه براتيك. غير قلت بلاتي نشوف هذه كيفاش دايره حتى هي. هذه 5 دراهم يا البنات. اش كديري؟ كتحطي الثومه هنايا في الداخل، كتوركي عليها بهذه ياك، كتوركي عليها هذه وكتحكي هكا. ها هي الحكاكه شتو، كتحكي وكتخرج لك الثومه من هنا شتو. تاشي نهار نوريكم. المهم هادي ب 5 دراهم يا البنات ديال الثومه ياكو. و تاشي نهار زعما نوريكم الا كنت كندير الثومه نطيب ونشوف واش بخاتيك نيت ولا لا. المهم خديت واحد السطيله، راه انا عزيز عليا بحال هكا شي حاجه هكا كنضرب هكا نتا نحوش. المهم انا راه عزيز عليا نحوش. المهم يا البنات السطيله، يا البنات السطيله، نوضو تصليو نوضو تعدو رمضان هذا الله يسمع لينا وكان ويوفر لينا، دي لكم داك المصحة راسي نفيقكم اختي نفيقكم. المهم يا البنات هذا
هاد السطيله هادي خديتها على حساب بنت الطبيعه، عندي وحده اخرى، المهم عندي جوجات، غير قلت ندير وحده جديده، المهم عجبني هاد اللون، قلت ونيت كبيره، هاد السطيله عندي انت صغيره على هادي، هادي راه كبيره تبارك الله، 3 دراهم يا البنات هاد السطيله ديال لودو، كاينين في الالوان وكبيره وزوينه. خديت يا لالا هذا هادي هاد البارتيه هادي، تحطيها هكا، وإلا كتغسلي المعينات مثلا تحطيها هكا الكيسان وداكشي تتقطرو يا كويا البنات، ولا كتحطيها هكا مثلا شي حاجه بغيتي ديري شي كيكه شي زلافه هكا ديال الزاج كتبين كتحطي هادي في التحت كتبان، المهم بزاف ديال الاستخدامات كيتنفعوا لي هادو، كتنفع هادي زعما راه كاين في الميكا ديالها، غير حيتها من الميكا 3 دراهم يا البنات، وفيها اللوينات زوينه كدار في الكوزينه كما قلت لكم. وخديت يا لالا اخيرا وليس اخيرا خديت واحد البانيو، هذا شفتو هذا راه كبير تبارك الله، بانيو كبير خديته على حساب المهم كاين فيه، الا كنشري الخضره كنبغي نستفها فوق الطبله نوريكم كيفاش دايره، المهم نحط فيها الخضره ولا نخلط فيه كيكه ولا نخلط فيه السفوف اللي مازال كاع ما اللي مازال كاع ما تخلط، والله الا كل شويه كندير شي حاجه بحال داكشي بحال سرعه الفكرون عرفتي السلحفات شويه غادا مع هاد السليل، مره كنلقي هادي مره كنلقي الزراري مره كنجيب الغربه كنغرب كل مره يا البنات كما قلت لكم باش ما كندير، المهم ولكن راه غادي نلوح لكم فيديو صافي باللي راه تقعد بخومي كما كتشوفوا درت ميني حريشات جاو زوينين الصراحه، ويلي كنت بالقلب بيدي نسيت المهم ما تشاركش معكم الوصفه ياكو قلت حتى الفيديو مفصل ندير معكم حريشات من الاول يعني شنو درت فيهم مكونات وكل شيء وكيفاش خرجوا لي بحال هكا، غير لقيتوني كنطيبهم دابا قلت بلاتي نصور لكم ياكو حريشات عالم زوينتهم ميني حريشات يا البنات، راه صافي بقى لي غير هاد الربعه، اما تبارك الله راه ديجا طيبت ديجا درت هادو شفتوهم يا البنات الحريشات اللي طيبت بقات لي هاد شويه اللي في النقيله صافي شوفوا هادي تحردات لي من هنا، ولكن كندير كنقلبها على هاد الظهر ما مقاده، ولكن خصني نشري شي وحده اخرى يا البنات كيجيو غزالين الصراحه عشاشين وخفاف، حتى نشارك معكم الفيديو المفصل من الاول حتى الاخر، غير قلت نشارك معكم هاد اللحظه فاش كنطيب وصافي هادشي اللي كاين. المهم يا البنات وصلنا للنهايه ديال لا فيديو ديالي الفلوغ ديالي، نتمنى ان راق الاعجاب ديالكم استمتعتوا معايا فيه وكنت خفيفه ظريفه على قلوبكم، وما تنساونيش تحرموني باللايك بارطاجيو الفيديوهات والقناه مع الناس الاخرين باش تعرف هذه القناه، وشكرا لكم بزاف وتهلاو ليا فراسكم راكم على راسي وعينيا، وشكرا عاوتاني مره اخرى، وتقبل الله منا الصيام والقيام وصالح الاعمال، وتهلاو ليا فراسكم نضرب لكم شي فيديو موعد اخر ان شاء الله في شي فيديو اخر او فلوق اخر ان شاء الله، دمتم في رعايه الله، السلام عليكم كنبغيكم بزاف.